بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله يا خامس رح نكمل حل اختبار الوحدة صفحة 120 و121. نبدأ في السؤال 11، بدنا نحول 280 مللتر إلى لتر. حكينا عشان نحول من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى إحنا بنقسم على 1000، لأنه المللتر يساوي 1000 لتر. الآن في حالة القسمة بنشطب الأصفار مع بعضها البعض، بضل عندي 28 تقسيم 100. حكينا وجود الأصفار في المقسوم عليه بيجبرني أحرك الفاصل العشرية إلى اليسار خطوتين لأنه عندي صفرين. هنا الفاصل العشرية بحركها منزلة منزلتين، فيصبح الناتج 28 من 100 لتر. السؤال رقم 12، 75 جرام بنحولها لكيلو جرام. الآن ملي جرام من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى بنقسم على 1000. الآن لاحظ ما في عندي أصفار ألغيها، فبجبرني هذه الأصفار إني أحرك الفاصل العشرية إلى اليسار، فهي العدد 75 تقسيم 1000. بدي أحرك الفاصل العشرية 3 خطوات إلى اليسار، 1 2 3. هذه المنزلة فاضية بنحط مكانها صفر، فيصبح الناتج 75 بالألف جرام. السؤال 13، 5 كيلو متر و100 متر بنحولها للمتر. الآن عشان أحول من الكيلو متر إلى المتر، من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى بنضرب في 100، فبحكي بنضرب في 1000 عفوا، 5 ضرب 1000. الآن زائد هاي أصلا 100 متر بتنزل نفس ما هي، فيساوي 5 في 1000 5000 زائد 100 وتساوي 5100 متر. 54 كيلو جرام بدي أحولها لكيلو جرام، الطن هي الوحدة الكبرى، من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى بنضرب، فبنحكي 4 ضرب 1000 زائد 50 ويساوي 4 في 1000 4000 زائد 50 يساوي 4050 كيلو جرام. الآن 3 لتر و45 ملي لتر بدي أحولها إلى لتر. الآن هي أصلاً لتر بتنزل نفس ما هي، زائد عشان أحول من ملي لتر إلى لتر بقسم على 1000، فبحكي 45 تقسيم 1000. وجود الأصفار بجبرني إني أحرك الفاصل العشرية إلى اليسار 3 خطوات، 1 2 3 بهذه الطريقة. الآن لاحظ هاي المنزلة فاضية رح نحط فيها صفر، فيصبح الناتج 3 زائد 0.045 من 1000. الآن ما في عندنا في إشي في منطقة الأجزاء، فبتنزل منطقة الأجزاء كما هي، بنحط الفاصلة، بنجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، 3 زائد 0 يساوي 3، إذا يصبح الناتج 3.045 من 1000. ننتقل الآن إلى صفحة 21 اللي هي أسئلة ذات إجابات قصيرة. أمضى سيف ساعتين ونصف في العمل على الكمبيوتر، إذا بدأ الساعة 7:30 مساءً ففي أي ساعة أنهى عمله؟ الآن يا خامس لاحظ هو بلش الساعة 7:30 الآن أخذ هو ساعتين ونصف. الآن من 7:30 لا 8:30 هاي ساعة. الآن من 8:30 إلى 9:30 هاي أيضا ساعة، فصار عندي هون من هون لهون ساعة ومن هون لهون ساعة، هاي طول الفترة الزمنية. الآن نضيف نصف ساعة، زيد للتسعة ونص كمان نصف ساعة بتصير الساعة العاشرة. إذا من الساعة 9:30 إلى الساعة العاشرة هاي عبارة عن نصف 30 دقيقة أو ما يسمى بنصف ساعة، إذا سينهي العمل في الساعة 10 تماما مساء.
سؤال 17، شرب حمزة 200 مللتر من العصير و 400 مللتر من الحليب ولتر و4 بالعشرة من الماء، كم لترا من السوائل؟ بدنا اياها كلها باللتر. الآن هحول من مللتر إلى لتر، بقسم على 1000، فبحكي 200 تقسيم 1000 زائد 400 تقسيم 1000 زائد 1.4 بالعشرة لتر، هي أصلاً باللتر تبقى كما هي. الآن الأصفار بتروح مع بعضها، 2 تقسيم 10 هي تطلع 2 بالعشرة زائد 0 هدول بروحوا مع 0 هدول، 4 تقسيم 10 هي 4 بالعشرة زائد 1.4 بالعشرة. بنجمع أول شيء منطقة الأجزاء، 4 زائد 4 8، 8 زائد 2 10، 0 و1 باليد. بننزل فاصلة عشرية، 1 زائد 0 1 زائد 1 2، إذا مقدار السوائل التي شربها حمزة تساوي 2 لتر. الآن سؤال 18، عمر هديل 126 شهر، كم عمرها بالسنوات؟ يعني بدي أحول من شهر إلى سنوات، من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى، فبقسم، فبحكي 126 تقسيم، بما إنه السنة 12 شهر، إذا تقسيم 12. الآن بدي أقسم 12، 126 تقسيم 12. لاحظ رح أستخدم طريقة الخوارزمية هون في هذا المكان، نحكي 126 تقسيم 12. 12 تقسيم 12 1، 1 في 12 12. بنطرح 12 ناقص 12 0. الآن الصفر أقل من 12 بده مساعدة، بننزل الستة تساعده. 6 تقسيم 12 لا يجوز لأنه 6 أقل من 12، وما بصير أنا أنزل رقمين بدون ما أحط شيء في الناتج، فبنحط في الناتج 0 لأنه 0 ضرب 12 يساوي 0. الآن الستة ما ضل إشي يساعدها، فإحنا رح نساعدها، بنحط فاصلة في الأعلى، هاي الفاصلة بتسمح لي أضيف هون 0. مين الرقم اللي بضربه في 12 وبعطيني 6؟ اللي هو 5، بعطيني 60. 5 في 2 10، 0 و1 باليد، 5 في 1 5 و1 6. إذا عمر هديل في السنوات 10 سنوات ونصف، 10 ونصف، إذا يساوي 10 ونصف، أو ممكن أحكي عنها 10 سنوات و6 أشهر، يعني ممكن أكتبها بطريقة ثانية، نحكي 10 سنوات و6 أشهر month. هيك بنكون حلينا الجزء الثاني من اختبار الوحدة. يعطيكم العافية.